السلام عليكم. اليوم مع وصفات امي دحين ندير واحد البيتزا خفيفه ظريفه بواحد الصوص بيضه. كنا عملنا من قبل صوص بيضه لكن فيها بزاف تعقيدات، لكن هذه ولا اسهل، خاصه اللي ما يحبوش الصوص حمراء راح اكيد تعجبهم هذه الوصفه. واش راح نحتاجوا في الوصفه؟ هنا راح نحتاج 3 كيسان تاع الفارينه، عندي هنا ربع كاس تاع الزيت، ومغرفه كبيره تاع السمن ولا تاع الزبده ولا تاع مارغرين كيما حبيتي. هنا عندي مغرفه كبيره تاع السكر، ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز والملح والماء دافي باش نلمو العجينه تاعنا. نبداو بالطريقه مباشره، نديرو المواد الجافه، ندير 3 كيسان تاع فرينه بهذه الطريقه، هادو نحتاجهم من بعد. ندير معاهم هذيك مغرفه كبيره تاع السكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز، نخلطو المقادير الجافه مع بعض. ندير لهم الملح، من بعد نخلطوا هذاك الملح، نديروا معاه هذاك ربع كاس تاع الزيت. هنا مثلا ما حبيتش ديري مارغرين ولا زبده ولا، ديري نص كاس تاع الزيت فقط. انا نحب هذيك الخطوه تاع في الاخير ندير شويه تاع ليدام وندلكها، تمد لنا واحد الطراوه للعجينه يعني تجي بزاف شابه. نبسسهم مع بعض ونبدا نزيد في الماء دافي تتلم لنا العجينه تاعنا. بسم الله، ونبقى نلم فيها غير بشويه. اذا حتى تتلم لي نلم العجينة، نلموها فقط يعني انتي راكي تلمي وتدلكي في نفس الوقت. نلمو كامل واش عندنا، من بعد واش ندير؟ نجيبها امامي بهذه الطريقة، نحكم هذاك السمن يعني بالضبط السمن ولا كيما حبيتي زبدة مانكارين. ندير حوالي مغرفة، دايما خير السمن يعني الا درتي السمن خير السمن ما تكونش فيه الريحه. اذا ونجرب كيفاش ندلكها بهذاك ليدام. يعني حوالي دقيقتين راح تكون كافيه يعني باش توجد لنا. في الاول تحسي انه العجينه راهي بدات تقطع لك تتفتت، لكن مع دلك راح تتلم عادي يعني عمليه سهله. ديريها امامك فقط ودلكيها، تحسي العجينه ولات لك رطبه يعني. شوفوا العجينه امامنا راهي بدات ترطب لي، نزيد لها شويه فقط. إذا هنا رايحة نحبس، نغطيها بكيس بلاستيكي، إذا نرجعها المكان تاعها، نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل 30 دقيقة. بعد ما خمرت لي العجينة تاعنا، شوفوا كيفاش ضاعفت لي الحجم تاعها، نجيب أمول مع ورق الطهي، ندلو شوية تاع الزيت، إذا ندهنا فقط، نحي العجينة. نحيها فقط ونديرها امامي ونفتحها. انا فقط اليوم حبيت نديرها يعني خبزه كبيره، ما حبيتش نديرها زوج خبزات مدورين، قلت لك الاختيار تقدري تقسميها وديريها خبزات مدورين. نفتحها على الكبر تاع الموت تاعنا، طبيعه الحال دائما نديروا الاطراف خشينه والوسط نغطوها. خليها ترتاح فقط هكذا باش تجيك الخدمه فيها سهله. كما سبقت وذكرت تحبي ديريها خبزات صغار تقدري هنا، لكن الاختيار كيفاش تقدمي البيتزا تاعك.
هنا كيما انا نشوفو، شوفو فتحتها، فتحتها يعني الاطراف خشينه باش يجي لنا هذاك الطرف الشباب، والوسط رققتو. راح تجيك ساهله كي تخليها ترتاح. اذا ها هي معنا واجده، ونجوز مباشره باش نوجدو يعني الحشو تاعنا. ساهل ماهل الحشو. شو راح نحتاج فيه؟ راح نحتاج فيه علبه تاع كريمه طازجه الخاصه بالحلويات، يعني نسبه الدهن فيها تصيب 35%. راح نحتاج صفار بيضه كامله، كميه تاع المعدنوس، ملح، وفلفل اسود، وجبن مبشور على الوجه. هذا واش راح نحتاجو فيها. اذا نفتح الكرانت فاش تاعنا، نديرها على هذاك المعدنوس. هنا على بالك الاخوات سقفوني باش تقدروا نعوضوا، للاسف يعني بلاك خارج خش راح تجي بزاف 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 بنينه، لازم نديروها بلاك خارج خش. نزيد عليها هذاك الصفار البيض، اذا الصفار بيضه، نفصل الصفار عن البياض فقط. نزيد هذاك الصفار، هذاك البياض خلاص ما نحتاجوش. ندلو شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع الملح من لاكريم تاعنا. يعني هنا لاصوص مش رايحة طيب كامل فوق النار. إذن نخلطوا المقادير مع بعض. إذن بهذه الطريقة بعد ما خلطها نحكم العجينة تاعنا، وندير عليها طبقة بالكريمة هذه. اذا هي العلبه راح نديرها كامل في هذه العجينه تاعنا، يعني 200 ملل العلبه فيها 20 سنتيلتر. اذا نفرخها كامله، نمشيها على كامل الوجه تاع العجينه تاعنا. من بعد نحكم شويه تاع الجبن المبشور ونسكرفج كميه على الوجه، لانه هذاك الفرماج راح يزيد يعطينا واحد الاحمرار، يعطينا بنه بطبيعه الحال. اذا نسكرفج عليها كامل على الوجه فرماج رابي. هنا راهي واجده الخبزه تاع البيتزا تاعنا، فقط هنا نخليها ترتاح حوالي ربع ساعه باش نطيبها. علاش؟ لانه الفرن تاعنا ماشي كيما تاع المحلات، لازم تعاود تاخذ تخمر شويه العجينه، ندخلها على 200 درجه. اذا كان الفرن تاعك مروحه شعليه من التحت وشعليه المروحه، ما فيش مروحه شعليه من التحت على 200 درجه، كي تشوفيها طابتك من التحت شعلها من فوق ياخذ لون ذهبي وخرجيها. ونلتقي بكم فيما بعد ان شاء الله. انا هي البيتزا تاعي هذا ونخرجتها، خلوها تاخذ لون ذهبي على الوجه تاعها، ريحتها ما شاء الله. شوف كيفاش جاتنا طابتنا من التحت حمره شابه. راح نقسم لكم فقط منها يعني باش تشوفوا البيتزا تاعنا اليوم كيفاش جاتنا، جات طرية يعني العجينة روعة. نقسمها إلى مربعات. إذا ها هي معنا بعد ما قطعتها، يعني شوف كيفاش تجي، تجي ملحمة، تجي كلها يعني الطعم تاع لاكخام فخاش، يمد لنا واحد البنة مع الفرماج ما شاء الله. اذا البيتزا تاع نهار اليوم هاي معنا واجده، نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا بنينه. نقسم لكم منها شويه يعني باش تشوفوا القوام تاع البيتزا تاع نهار اليوم. هاي معنا، شوفوا كيفاش تجي، تجي خفيفه، تجي بنينه 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 بزاف. جربوها البنات، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.